يوا واش الدراري، معكم باتريس فيديو جديد. قبل ما نبداو هاد الفيديو تهبط ابون ودير لايك وتخلي شي كومونتير زوين. اليوم الدراري ما نطولش عليكم في مقدمه، ندخلوا ديريكت الموضوع. اليوم جبت لكم واحد المحاكي احسن من ماشي احسن من ام اس اي بالنسبه للبي سي الضعف، ولكن هذاك ام اس اي اللي شرحت في الفيديو اللي قبل اللي تلقاو ليه نديرو في الديسكريبشن، راه هذاك كيبقى شي حاجه اللي بزاف الدراري. المهم اليوم جبت لكم بلو ستاكس 4 لايت اللي غتخدم في كاع البي سيات، المهم كاع البي سيات، كور دو ديو، كور اي 3، الرام ضعف كلشي. المهم الدراري تلقاو ليا ديرها في الديسكريبشن، تختصروا الرابط اللي غتلقاو الفيديو كيفاش تختصروا حتى هو في الديسكريبشن. هي فيها شي جيجا 29 ميجا الدراري. المهم ملي تختصر الرابط غتطلع لك على شكل ميديا فاير، انستاليها وغتمشي المهم دير لها اكس تخيغ اي سي وداكشي كامل الدراري. الدراري وحطيت لكم بلو ستاكس 4 وفري فاير 86، يعني هذا الفيديو هذا فيه جوج بلانات، بلو ستاكس 4 وفري فاير 86. المهم الدراري كتلونسيها هي دغيا ما تتعطلش، حتى ماشي كتانستالا بحال الام اس اي. انا ملي كتانستالي ديك جيجا صافي، يعني تانستالات عندك في البيسي. المهم الدراري كدير لونسي، راه ما كتعطلش بزاف الدراري، وسموت بزاف وخفيفه وما فيهاش اللاك. وغندير لكم فيديو اخر كيفاش تقادو السيتينغز والبلانات كيما درت لكم على الام اس اي. المهم الدراري ها هي كما كتشوفوا الواجهه ديالها مبدله على بلو ستاكس واحد شويه ماشي بزاف. المهم الدراري تسناوها بما دخلات، بما تدخل الدراري ونعاود نرجع لكم. المهم الدراري ها هي دخلات معنا، نمشي نعاود يعني صافي كتكونيكت بكونت جوجل ديالك والبلانات وصافي كتكمل فيها عادي بحالها بحال المحاكيات الاخرين. المهم الدراري كدير ديك ثلاثه النقاط باش تزيد فري فاير 86 من البي سي عندك من هذاك الدوسي اللي عطيته لك. المهم الدراري طراليه البلان بحالي وما لقاش كيفاش، ما لقاهاش عنده في التيليشارجمون في الداونلود، انا راه بقيت كنقلب عليها بزاف داكشي علاش. باش دغيا تسهل عليك غتمشي فين انستاليتيها وتورك على دوبل كليك وغتانستالا لك ديريكت في المحاكي، بشرط ان المحاكي بوحدو هادو البلوستاكس 4 لايت هو اللي يكون خدام بوحدو، ما يكونش خدام مع شي محاكي اخر باش ما تانستالاش لك في محاكي اخر. المهم الدراري واخا يبان لكم فيها اللوغو ديال ام اس اي، ولكن حتى انا مانستالي ام اس اي دابا الدراري راه، ولكن غتخدم لكم في هذيك البلوستاكس. المهم الدراري واللي غيلقاها راه غادي يلقاها في التيليشارجمون، غادي يورك على ديك ثلاثه النقاط وغادي يدير انستالي ابي كي وغادي يمشي يقلب على في التيليشارجمون، غي ملي يلقاها يكليكي على دبل كليك وراه غادي تانستالا ليه. المهم الدراري ننصحكم بهاد الفيرسيون هادي خصوصا الناس اللي عندهم بيسيات ميتين الدراري ميتين. المهم هي راه كتعطل شويه فاش كتانستالا كتعطل شويه. المهم الدراري من بعد ما كتانستاليها كتدخل عادي، يعني ما تحتاج شي حاجه ولا شي بلان الدراري. وفيديو الجاي غادي نوريكم كيفاش درتيها تحيد هذا الاشهار. ما عندكم الدراري ديروا ابديت، الا درتي ابديت غادي ديريكت غادي يديوك تشارجي بلو ستاكس 5. الكونترول فيها هي كيفاش تصايبو، شويه معقده على بلو ستاكس، انتم الدراري كتهبط ديك الكلافي التحتانيه هي اللي كتبدا تقاد فيها الكونترول. المهم ما تدخل فري فاير نرجع لكم الدراري. المهم الدراري من بعد ما دخلت لنا فري فاير اما كما كتشوفوا الدراري ما كاين لا لاغ لا حتى شي حاجه، زعما سموت الفيرسيون بزاف الدراري. وحنا غادي نجربوا نلعبوا بالكاليتي الاخر الدراري، يعني زعما باش تاكدوا ان ما فيها لا لاغ لا والو غنديروا كاليتي الاخر. هانتوما الدراري اف بي اس كلشي غنديروا فيه الاخر. المهم الدراري باش ما نطولش هذا الفيديو، راه جا طويل الفيديو واحد شويه واخا في 3 دقائق، ولكن انا بالنسبه ليا جا طويل. المهم الدراري ندخلوا ديريكت التدريب ونوريكم كيفاش يعني كيفاش اللعب فيها وداكشي. ولكن الدراري باش تصدق معكم هادي من الاحسن تشارجيو فري فاير 86 حتى ما فيهاش اللاغ، غتخدم لكم مزيان. فري فاير عاديه راه فهمتي الدراري، راكم عارفين زادوا فيها الميجات بزاف ولات كتطلب واحد بيرفورمانس الكبيره بالنسبه للبيسيات ولا التليفونات بجوج. المهم الدراري هما كيما كتشوفوا كيفاش كتقادو كونترول، كتورك على داك الكلافي وكتمشي الايديت، راه كاينه الفوق ايديت، وكتقرا مزيان هذوك اللي على اليسر ديال اش كل وحده لاش كتصلح، كاينه وحده ديال الجزره وحده ديال الجلوس. المهم الدراري انتم راه غادي تعرفوهم بلي بوطون اللي كنتو دايرينو في محاكيات اخرين، غادي تبقاو تقلبوا كل بوطونه غدير ايديت وتمشي تكليكي عليها وتختار البوطونه اللي كدير نتايا. ولا نعطيكم بلان اخر الدراري، غتهبط لتحت
كاين على اليمين لتحت، على اليمين كاع لتحت في القنت على اليمين كاين واحد واحد اللعيبه مكتوبه في الاخر ديال السيتينغز، هذه كتكليكي عليها غادي دير لك بحال بلوستاكس العادي زعما بحال المحاكيات العاديين. هي راه في الاول غادي تلقاو مشكل كبير باش تقادو الام، هي فيها سونسيبيليتي مخربقه وبزاف ديال الحوايج اللي غادي نقادوهم فيديوهات اخرين، وغادي نوريكم كيفاش السيتينغز وافضل الاعدادات وبزاف ديال البلانات الدراري وكيفاش تزيدوا في الاف بي اس ديال هذا المحاكي. المهم الدراري ما نطولش عليكم، وهذا الشيء اللي كان في هذا الفيديو الدراري، يلا بيس عليكم، تلاقاو في فيديو جاي.